يقول: هل قراءة هذه الآيات الواردة في عيسى عليه السلام وبيان معانيها للنصارى هل قراءة هذه الآيات الواردة في عيسى عليه السلام في سورة مريم وبيان معانيها للنصارى يكون كافيا في إقامة الحجة عليهم؟ ما في شك إنه ما في هذه الآيات من سورة مريم وما في سورة آل عمران أنه حجة على النصارى في وصفهم عيسى بأنه ابن الله. نعم، فهو يرد عليهم: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم.